السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي التلاميذ في درس جديد لمادة الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الجزء الأول، وعنوان درسنا لهذا اليوم هو تحديد العملية المناسبة، حيث سنتعلم اليوم تحديد العملية المناسبة سواء كانت الجمع أم الطرح لحل المسألة، ودعونا نبدأ الآن بالمثال الأول. يحتوي جسم الطفل على 300 عظمة، بينما يحتوي جسم الرجل على 206 عظمات، كم يزيد عدد عظام الطفل على عدد عظام الرجل؟ لدينا الآن دقيقة واحدة، هيا عزيزي التلميذ اقرأ المسألة مرة أخرى وفكر ما هو المطلوب من هذه المسألة؟ هل استطعت التوصل إلى نتيجة؟ أحسنت، بارك الله فيك، ممتاز. لدينا كلمة مفتاحية في مسألتنا، ممكن من خلالها أن أحدد العملية المناسبة، وهي كم يزيد تعني استعمال عملية الطرح. أفكر عندما أطرح من الصفر، أتذكر إعادة التجميع، 300 ناقص 206 وأحصل على الجواب 94. والآن مع المثال الثاني. إذن يحتوي جسم الطفل على 94 عظمة زيادة على ما يحتوي جسم الرجل. والآن ننتقل معا إلى المثال الثاني. دفعت علياء 45 دينارا لشراء جهاز هاتف و52 دينارا لشراء طابعة، كم أنفقت علياء من النقود لشراء الجهازين معا؟ أقرأ المسألة مرة أخرى واكتشف ما هي كلمتنا المفتاحية. أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، إنها معا. معا تعني أنني سأستخدم عملية الجمع، بارك الله فيك. إذن 45 زائد 52 يساوي، بارك الله فيكم، 97 دينارا. وهيا معا ننتقل إلى التدريبات. هيا عزيزي التلميذ جهز ورقتك الخارجية أو سبورتك الصغيرة، ودعونا نبدأ مع التدريب الأول. أحدد أي العمليتين أنسب، الجمع أو الطرح لحل المسألة الآتية ثم أحلها. تحتاج سندس إلى جمع 225 طابعاً تذكارياً للمشاركة في معرض المدرسة، فإذا كانت قد جمعت حتى الآن 147 طابعاً، فكم طابعاً بقي عليها أن تجمع؟ هيا، من استطاع الحصول على الكلمة المفتاحية؟ أحسنت، بارك الله فيك، كم بقي؟ بقي تعني عملية، أحسنت، الطرح. هيا في دقيقة واحدة أجب عن المسألة.
واحد، اثنان، ثلاثة، ارفع. ما شاء الله، احسنتم، اجابات رائعة. فاذا كلمة بقية تعني استعمال الطرح كما قلنا، فاذا نطرح 225 ناقص 147 فيصبح لدي 78 طابعا. هل أنت متحمس للتدريب التالي؟ هيا معا ننتقل إلى التدريب الثاني. لدى معلمة 200 قصة، وزعت منها 137 قصة على طالباتها، فكم قصة بقيت معها؟ لقد أخذنا الكلمة المفتاحية في التدريب السابق. إذن لدى معلمة 200 قصة، وزعت منها 137 قصة على طالباتها، فكم قصة بقيت لديها؟ لقد أخذنا الكلمة المفتاحية من التدريب السابق. إذن لديك الآن دقيقة واحدة وسأكون بانتظارك للتعرف على حل هذه المسألة. بالإجابة 200 ناقص 137، كم الجواب؟ ممتاز، 63 قصة. إذن بقي مع المعلمة 63 قصة. الآن من يتذكر ماذا تعلمنا اليوم؟ أحسن، تعلمنا تحديد العملية المناسبة، الجمع أو الطرح لحل المسألة. حان وقت المزيد والمزيد من التدريبات، هيا نرجع إلى كتاب الطالب وحل تمارين الدرس صفحة 82، ودعوني أراكم في دروس مقبلة. مع السلامة.